ندخل هذه الورشة لصناعة الأحذية بمختلف الأصناف والأنواع، يعمل بها النزلاء. السجين رضا يدخل الورشة كل صباح لمزاولة الحرفة التي اكتسبها خلال تنفيذ عقوبته. باش تبدا تخدم التفصيل، شغل تفصل تاع الاحذيه هكذا، القماش هذا الكوير، ومن بعد تروح تخدم الخياطه ليه. بعد من الخياطه جيت تخدم في الماشينه هنايا تفيني بها، وما تديها لا فينيسيون، دير الكوردون وتسيرج ودير فلومبالاج وتبعث. هذا ما وماشي حاجه كبيره، ان شاء الله بربي ربي يكون معنا في الاول برك. هذا ما اخي، هنا درت انا التكوين المهني هنا في المؤسسه العقابيه بشعيبه، والحمد لله علمونا جو على المنميتي هذا، حبينا نخدموا بخياطة الأحذية، وإن شاء الله بربي كي نخرجوا نديروا لونساج بالك يعاونونا، نفتحوا أوتيلي لروحنا ونعلموا أجيال حبوا يتعلموا الأحذية هذه، وإن شاء الله كيما علمونا نعلموا واحد آخر إن شاء الله. والحمد لله تعلمنا من شيخ عندي، ديت عليها عبرة. أيوا الحمد لله يا رب، تعلمونا والله تهلاو فينا وكلش، وماذا بينا أصحاب اللي راهم مساجين كيما حنايا يجوا يديروا تكوين، وإن شاء الله كي نخرجوا برا نديروا.